السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أعزائي المشاهدين، تحية لكم أينما كنتم. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي نتقاسم معكم واحد الفيديو ديال واحد الأخ سوري كيعرض، هو في الحقيقة كيتكلم على الطبخ المغربي وعلى الجائزة اللي حصدها المغرب على مستوى العالم، بحيث أن المغرب حصل على الرتبة الأولى عالميا في الطبخ، ولكن هو كيعرض بواحد الشكل هزلي. وعجبني هذا الفيديو وقلت نتقاسمه معكم، وفرجة ممتعة. تحياتي لكم. متفوقا على المطبخ الإيطالي والهندي والمكسيكي وغيرهم، المطبخ المغربي حصد لقب الأفضل في العالم. فبمشاركة الملايين ممن صوتوا لمطبخهم المفضل، حاز المطبخ المغربي على النسبة الأكبر من الأصوات بمليونين ونصف المليون صوت من أصل أكثر من 38 مليونا. المسابقة أجرتها منظمة بابيتي كوزين من خلال تصويت المتابعين على منصة إنستغرام، وأعلن نتيجتها الشيف البريطاني العالمي جوردون رامزي. The number one cuisine across the planet is Moroccan cuisine. Has been crowned the champion. ايه، هذا هو الشيف نفسه اللي بيتنمر على المتسابقين ببرنامجه ويسخر من قدراتهم ويصرخ عليهم. المنافسة كانت قد احتدمت بين المطبخ المكسيكي والمغربي، ليتفوق اليوم الكسكس والطاجن المغربي على التاكوز المكسيكي. برأيكم، هل المطبخ المغربي الأفضل في العالم أم تفضلون مطابخ أخرى؟ المطبخ الأول في العالم، في العالم، ما بقينا نعرف نحكي لحظة كمان. تزوير بتزوير. نعم. الكسكس والطاجين، لأن كسكس والطاجين، لأن الكسكس والطاجين. نعم برزانة. نعم. فندي انت منين طلعت؟ انا من هون عبرائبك، مثل ما قلت الكسكس والطاجين لألكن، لانه بالمية من اليوم الكسكس والطاجين. نعم. لألكن. أيوة. طيب ممكن اعرف مين حضرتك؟ انا من هنيك. من هنيك. انتو من هنيك؟ نعم نعم، من هنيك. فهمتوا علي؟ وحتى الطربوش كمان، لان حتى الطربوش كمان لان لألكن. نعم. كيف يعني ممكن تعرب لنا وتعرب للناس هي كيف الطربوش كمان لألكن؟ راح اقول لك يا اجى الاحتلال العثماني لعنا، خلف مخلفات وترك، انتو جيتوا سرقتوه من عنا. كلياته هذا موجود كله لانه بالاثبات والدليل الاحتلال العثماني. نعم. كان عندهم، فلذلك المغرب سرق الطربوش من عندهم. نعم. والقفطان انسرق. نعم. من عندهم اصله كمان العثماني. نعم. والكسكس والطاجين من عندهم كمان، يعني سرقوهم بالهيك يعني. ايه؟ مع بعض يعني كلياتهم. نعم. وجابوهم على المغرب. نعم. يعني ما بعرف شو القصه كمان. ايه شو رزقنا فندي كمان؟ تزوير بتزوير، هذا كله تزوير بتزوير، لقجع هو مزور. هذا كلياته تزوير وبتزوير، يعني هذا كلياته اللي عم تحكي عليه انه هذا تزوير على انستغرام مليونين ونص. تزوير. تزوير. تزوير تزوير تزوير، ولقجع سبب كل شيء كمان. نعم. اللقجع مزور هذا التزوير الانتخابات تبع المطبخ المغربي. نعم. ممكن تقلي انا عم بحكي على المطبخ. ايه؟ ما عم بحكي على الرياضة، ممكن بس تعرب ليها ما بين الرياضة والمطبخ؟ لقجع بيطبخ الطبخة كلياتها وبقدم لكم اياها بالرياضة وبالسياسة وبكل شيء، وبيعمله بزور بيعمل كل شيء، لكن نحكي بالمطبخ بروح على الرياضة. نعم. لقجع هو. نعم. يعني مدير المطبخ، كل شيء بيطبخه للمغرب، ان كان بالرياضة وان كان بالفن وان كان بالثقافة وان كان بالسياسة، كل شيء لانه هذا كلياته عم بيطبخه لقجع، وكل شيء. نعم. هو لإلهم عن جد. نعم. والله العظيم ان لم تستحي فاصنع ما شئت. مالنا فيها هلا برزان فندي، مع السلامة. عن جد عن جد شي بضحك، مالنا فيه. ألف مبروك للمغرب الأول في العالم.